بتناول الفواكه وإغرائهم بنكهة الحلويات التي يحبونها عادة بدلا من تناول السكاكر المضرة صحيا. تفاصيل أكثر مع رافي بوغسيان من أمريكا. الهدف هو الوصول إلى مزرعة تنتج عنبا بنكهة حلوى القطن. كان علينا أن نقطع مئات الأميال باتجاه بيكرسفيلد، المدينة الأسرع نموا من ناحية الكثافة السكانية، والتي تقع في المركز 11 في قائمة كبرى مدن ولاية كاليفورنيا، وتأتي بالترتيب الرابع بين مقاطعات أمريكا في الإنتاج الزراعي. فهنا المزارع الأكبر والأجمل وربما الأغرب على الإطلاق. دكتور ديفيد كاين المسؤول عن المنتجات لدينا بدأ بتربية أنواع مختلفة من العنب بنكهات متنوعة، ونحن لم نكن نخطط للحصول على نكهة حلوى القطن، بل أردنا الحصول على نكهات جديدة وفريدة من نوعها. في البداية لم نعرف ماهية النكهة، كنا في كل مرة نجربها بالتذوق، ومع مرور الوقت والتعديلات وصلنا إلى نكهة حلوى القطن. المهمة تحتاج إلى سنوات طويلة من الجهد والعمل المضني، لكن النتائج مذهلة والناس يتسابقون لشراء هذا المنتج المختلف. أول مجموعة من العنب بنكهة حلوى القطن المخصص للبيع أنتجت في العام الماضي، وبعناها في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. أما عملية التقاطع والمزج فقد حدثت في عام 2004، ما يعني أن العملية استغرقت 10 سنوات لإيصال الحلوى إلى هذا المستوى من التنوع إلى السوق. بحسب اختصاصي التغذية، فإن السكر الزائد في هذا النوع من العنب لا يشكل نقطة ضعف فيها، إذ يحتاج الشخص لتناول 100 حبة تقريبا ليستهلك ذات كمية السكر الموجودة في قطعة من الحلوى بطول 10 سنتيمتر. غالبية العنب الذي تجدونه في الأسواق يحتوي على الأرجح 17% من السكر، بينما العنب خاصتنا يحتوي على 19 إلى 28%، ومعدل نسبة السكر عموما هو بين 20 إلى 21%. نحن نترك عنبنا في الكروم لوقت أطول، لذا تصبح أحلى، إلا أن النكهة المميزة تنمو وتصبح أكثر وضوحا، وفي حال قمنا بعملية الجني في وقت أبكر قد تكون حلوة المذاق دون أن تظهر فيها نكهة حلوى القطن. لذا من المهم الانتظار، وهذا ما نفعله نحن. العنب بنكهة حلوى القطن موجود بأكثر من شكل، منها الأعناب طويلة الحبوب، وهذا النوع يساعد في جذب المستهلكين الذين يبحثون عن كل جديد. ما نفعله هو أننا نعمل على تناسل العنب ذات الحبوب الأكثر طولا مع بعضه البعض، ونبقي على هذا الأمر مرارا وتكرارا خلال عدد من الأجيال لنحصل على العنب ذات الحب الطويل. يعتمد الأبوين على أساليب كثيرة لخداع أولادهم ودفعهم لتناول الفواكه والخضروات، لكنهم مع هذا النوع المختلف من العنب يحصلون على فكرة ما كانت لتخطر ببالهم. العنب بنكهة حلوى القطن أفضل بكثير من الحلوى، وهذه إحدى الأهداف التي نعمل من خلالها، إذ نركز على تطوير نكهات تجذب الأطفال لتناولها بدلا من الحلويات، لأنها صحية أكثر لهم. وقد حصلنا على ردود أفعال كثيرة من الأهالي أكدوا أنهم ممتنون لنا لأن أولادهم يأكلون العنب الذي طورناه بدلا من السكاكر. بسبب الإقبال الشديد على العنب بنكهة حلوى القطن، ضعف القيمون على المزرعة من إنتاجهم، وزرعوا هذه السنة 200 فدان لتلبية كل الطلبات. ما يتطلع إليه الناس برأينا هي الأشياء المختلفة والجديدة، وهم يريدون الكثير من الخيارات. فلو نظرت إلى التفاح، هناك 3 أنواع فقط منه في الأسواق خلال 20 عام،
واليوم هناك أكثر من 20 نوعاً مختلفاً وبنكهات متعددة، ونأمل أن نفعل نفس الشيء فيما يخص العنب. الراغبون بتذوق هذا النوع المختلف من العنب لن ينتظروا طويلاً، إذ أن هناك خطط للتوسع بإنتاجه حول العالم. نحن الوحيدون الذين ننتج هذا النوع من العنب في أمريكا، إلا أننا بدأنا نمنح رخصا لأشخاص يودون القيام بالتجربة عينها حول العالم. لذا ففي هذا العام أنتج العنب بنكهة حلوى القطن في المكسيك، ولدينا أيضا منتج إسباني يوزع منتجاته في بريطانيا ومختلف الدول الأوروبية وبعض دول آسيا، وقريبا سيكون هناك مزارعون آخرون في جنوب أفريقيا والبرازيل والبيرو وتشيلي. بعض المعارضين لتجربة يطالبون بترك الفواكه وشأنها وبترك مهمة إنتاجها للطبيعة الأم، إلا أن أعدادهم مقابل المشجعين تكاد تكون غير ملحوظة. حاليا يعد العنب بنكهة حلوى القطن مرتفع الثمن، ذلك لأنها فريدة من نوعها وكمية الإنتاج قليلة، إضافة إلى صعوبة زراعتها، لكن مع ارتفاع نسبة الإنتاج مع الوقت فأنا متأكد من أن الأسعار ستصبح معقولة أكثر. للراغبين بتذوق العنب بنكهة الحلوى بإمكانهم أن يحصلوا على نصف كيلو تقريبا مقابل مبلغ 12 دولارا لا غير. تقنية 3D تدخل عالم صناعة الأسنان بعد الفاصل. تقنية 3D أو الأبعاد الثلاثية تدخل عالم الصناعة.